قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا مار لوقا البشير، بركاته على جميعنا. من مزامير أبينا داود النبي والملك، بركاته على جميعنا. اطلبوا الله فتحيا نفسكم، لأن الرب قد استجاب للبائسين. أسبح اسم الله بنشيد وأرفعه بتسبيح هللويا. مبارك الآتي باسم الرب إله القوات، المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. لكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لعينيكم، صلوا لأجل الذين يضطهدونكم. من لطمك على خدك فحول له الآخر، ومن أخذ رداءك فلا تمنعه من أن يأخذ ثوبك أيضا. وكل من سألك فأعطه، ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه. وكما تريدون أن يفعل الناس بكم، افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا. وإن أحببتم الذين يحبونكم، فما هو أجركم؟ فإن الخطط أيضا يحبون من يحبهم. وإذا صنعتم الخير مع الذين يحسنون إليكم، فما هو فضلكم؟ فإن الخطاط يفعلون هكذا. وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم، فما هو فضلكم؟ فإن الخطط أيضا يقرضون الخطط لكي يأخذوا منهم العوض. بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا إليهم وأعطوا، وأنتم لا ترجون شيئا، فيكون أجركم عظيما وتكونوا بني العلي،
فإنه صالح على غير الشاكرين والأشرار. فكونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. ولا تدينوا فلا تدانوا، لا تقضوا على أحد فلا يحكم عليكم. اغفروا يغفر لكم، أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا، يعطونا في أحضانكم. لأنه بالكيل الذي به تكيلونا يكال لكم. والمجد لله دائما.